الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إضاءات حول المدونة. حلقة اليوم غادي نخصوها لواحد الموضوع غريب شوية شيق وأحيانا محرج، كيتعلق الأمر بما يسمى بالتطليق للعيب. شنو هو التطليق للعيب؟ إمتى كنتكلموا على تطليق العيب؟ كيفاش كيكون تطليق العيب؟ شنو هي الأنواع ديال هاد العيوب اللي ممكن أنها تؤدي إلى هذا التطليق للعيب؟ هذا الموضوع غادي نحاولوا نفصلوه بشيء من التدقيق باش يبان أكثر وضوحا لكثير من الناس اللي كيعنيهم الأمر. لكن قبل ما نتابعوا التفاصيل ديالو، خليونا نشوفوا مشاهدي الكرام مجموعة من الشهادات حول هذا الموضوع لنتابع. أغلب المشاكل ديال الطلاق بين الزوجين كتعود الشك والخيانة وعدم التفاهم في الحياة الزوجية. هذه الأسباب الرئيسية اللي كنعرفوا احنا متداول عنها. السبب الطلاق تيوقع في خيانة زوجية، وفي تكون النفاق بين الزوجين، تكون الصراحة، إن الزواج هو الصراحة من الطرفين، بين المرأة والرجل خص يكون الصراحة، يبنوا أساس على الصراحة، وإلا ما كان الصراحة راه ما كانش اتفاق ما كانش الزواج، هذا الأصل. وتيكون بعض النساء الله يهديهم فيهم الشك، الشك الكثير، شي حاجة الغيرة تقولوا هنا الغيرة بطريقة كثيرة ماشي شوي. كل مرة تغير في الرجل فيك انت من جيتي قوة أسئلة توقع خناق بيناتهم، توقع الطلاق. من بين العيوب اللي تتسبب في الطلاق هو أولا مدى قدرتك على اختيار الشخص المناسب. يعني أحيانا يختار الإنسان شخص وقبل الزواج غالبا نرتدي قناع، إذا هذا القناع نحاول من خلاله أن نخفي بعض العيوب، وعدم تطرق لهذه العيوب قبل الزواج وتركها إلى بعد الزواج قد تطفو إلى السطح. مثلا أحيانا الكذب، أحيانا الإنفاق قبل الزواج قد يتغير الإنفاق بعد الزواج، خصوصا وقلنا على أنه بعد الزواج تأتي مجموعة من المسؤوليات، هذه المسؤوليات قد تثقل الكاهل الزوج وأحيانا يضطر إلى الكذب. وقلنا من بين العيوب التي كذلك تؤدي إلى انتشار الطلاق هو عدم الصراحة، إذا خاصة حينما يكون المشكل صغير ونتركه وعدم مناقشة ذلك ونبحث عن الأسباب المفضية إلى هذا العيب وعدم إيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب قد يؤدي إلى نوع من التشنج، وهذا التشنج حينما يكون يسهل علينا لفظ كلمة طلاق. ربما الخيانة، عدم التفاهم، يعني عدم وجود كفاءات مادية لمسايرة الزواج، مثل هاي الأمور. أول حاجة الخيانة الزوجية، مشاكل عائلية، بعض المشاكل اللي كيتسببوا فيها الدراري، أولا بعض المشاكل العائلية ما بين الوالدين والزوجة أو الزوجة والوالدين. إذا انطلاقا من الشهادات اللي استمعنا لها واللي تابعناها مشاهدي الكرام، كيتبين بأن هذا الموضوع كيكتنفوا بعض الغموض، وأحيانا فيه نوع من الحرج أن الناس يتكلموا عليه. لماذا؟ لأنه كيتعلق بواحد المسألة اللي هي حميمية، كتعلق بالعلاقة بين الزوجين. كنعلموا مشاهدي الكرام أن قضاء الرغبة الجنسية بين الطرفين هي من المقاصد الأساسية اللي جت بها مدونة الأسرة، واللي أصلا تكونت منها العلاقة الزوجية. لكن أحيانا كيتم التدليس من هذا الطرف أو ذاك، سواء من طرف الزوج أو الزوجة، باش أن هذه العلاقة تكتمل وتوصل إلى منتهاها، وأن هذا العقد يتبرم بين الطرفين. وهنا أحد الطرفين كيكتشف المفاجأة وكيلقى نفسه أمام المفاجأة الكبيرة، وهو وجود عيب في هذا الزوج أو هذه الزوجة. هذه العيوب مدونة الأسرة ما سكتت عليها، إذا نرفع عليه الحرج باش أننا نلقاو حل وباش نرفعوا هذا الحرج عن الناس، أقرت ما يسمى بمسطرة تطليق للعيب.
تطليق للعيب باختصار هي اللي حدتها المادة 107 مدونة الأسرة وتكلمت عليها وحددت شنو هي هذه العيوب. قالت بأنه العيوب التي توجب الفراق هي العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية، ثم أيضا حددت الأمراض الخطيرة اللي ممكن يكون فيها واحد نوع من الضرر بالنسبة لهذا الزوج أو تلك الزوجة. نجيو نتكلموا أولا على ما يسمى بالعيوب المانعة للمعاشرة الزوجية. مدونة الأسرة تكلمت عليها بشكل عام ما فصلتهاش، لكننا هذا الأمر هذا كنوكلوه لأهل الاختصاص بمعنى أهل الطب. صحيح أن الفقهاء القدامى حاولوا أنهم يتكلموا على هذا الموضوع بشيء من التفصيل وحددوا ما يسمى بعيوب الزوج وعيوب الزوجة، تكلموا على العنة، تكلموا على الإخصاء، تكلموا على أنه كاين المجبوب وغير ذلك من هذه الأمور اللي الناس كيعرفوها وكيتداولوها فيما بينهم، ولكن كيتداولوها غالبا في إطار ما هو سري دون البوح بها. أيضا كاين مجموعة من العيوب التي تقع واللي كيعرفوها مجموعة من النساء وتكلموا عليها أيضا الفقهاء وحددوها، مثل الإفضاء ومثل الرتق ومثل ما يسمى بالقرن وغير ذلك من هذه المصطلحات اللي كنوجدوها. صحيح أن هذه المصطلحات ماشي متداولة بهذا الشكل هذا، ولكن أهل الاختصاص الآن من أهل الطب كيعرفوها وممكن أنهم يعالجوها ويشخصوها بشكل عادي. ثم أيضا مدونة الأسرة أضافت واحد المعطى آخر يتعلق بوجود أمراض خطيرة قد تضر بحياة هذا الزوج أو تلك الزوجة. إذن هذه الأمراض الخطيرة أيضا تكلمت على مدونة الأسرة بشكل عام، بمعنى أنها يمكن تكون أمراض جنسية متنقلة بحال اللي كنعرفوا الله يحفظ واللي الناس كيعرفوها بحال السيدة بحال الزهري بحال السيلان. هذه الأمراض كلها ممكن تكون خطيرة وخطيرة على حياة الجنسية للطرف الآخر. ثم أيضا الأمراض العقلية مثل الجنون، مثلا الإنسان يتزوج بواحد الإنسان مختل عقليا أو مصاب بإعاقة ذهنية وهو ما كانش كيعرف، أو أنه تكون في أمراض معدية يعني بدنية بحال السل أو الجدام أو غير ذلك والطرف الآخر ما كانش كيعرف هذه الأمراض هذه. إذن حماية للعلاقة وللمعاشرة الجنسية اللي غتكون بين الطرفين والعلاقة الحميمية واللي ممكنش أنها توصل المنتهى ديالها والمبتغى ديالها، مدونة الأسرة أقرت باش أنه الإنسان في حال ما إلى اكتشف نفسه بأنه وقع ضحية للتدليس وضحية للتغرير أنه يلجأ للقضاء من أجل أنه يفك الارتباط مع هذا الإنسان هذا. طيب شنو هي هذه المسطرة التي يمكن لهذا الشخص أن يلجأ إليها باش أنه يفك الارتباط مع الطرف الآخر؟ مدونة الأسرة تقول لنا بأن الإنسان يمكن أن يلجأ للقضاء. اللجوء إلى القضاء يتم بواسطة مقال، هذا المقال كيقدمه إما الشخص المعني بالأمر أو بواسطة الدفاع دياله وكيتقدم به أمام محكمة قضاء الأسرة وكيسجله في صندوق المحكمة وكيأدي عليه رسوم قضائية كما هو عادي في جميع المساطر القانونية. بعد ذلك ملي كتسجل هذه الدعوة هذه المحكمة تستدعي الطرفين من أجل الاستماع إليهما. الاستماع إليهما ما يمكنش يتم أمام الملأ وإنما يتم فيما يسمى بغرفة المشورة. هذه غرفة المشورة هي غرفة يعني مغلقة باعتبار أن الأمر يتعلق بحياة جنسية وأسرار زوجية لا يمكن للإنسان أن يبوح بها أمام الناس، فكتمانا لهذه الأسرار الزوجية وحفاظا على أسرارها يتم التداول أمام القضاء. من بعد كيتم التداول أمام القضاء المحكمة كتستمع الأطراف وكتستدعيهم. في حال ما إلا كان هذا الطرف أحد الأطراف اللي هو متهم على أساس أنه مصاب بهذا العيب ما حضرش الجلسة، فهذا يعتبر منه إقرار بأن فيه هذا العيب، والمحكمة بطبيعة الحال تستغني عن حضوره وتصرح بالتطليق الطرف الآخر منه. هنا كنبينوا مشاهدي الكرام أن الأمر يستوي فيه الرجل والمرأة، بمعنى أنه ممكن أن يكون العيب من الرجل، ممكن أنه يكون العيب من المرأة في حال ما إذا حضر الطرفين معا، فكل واحد بطبيعة الحال كيدلي بالحجج الكافية دياله باش أنه يقوي الموقف دياله من أجل أنه يفك الارتباط مع هذا الطرف الذي يتهمه بأنه فيه العيب. المحكمة قبل ما تستمع يعني قبل ما تحكم لابد أنها تلجأ إلى خبرة طبية أو خبرة ذوي الاختصاص لكي يبينوا طبيعة هذا العيب الكائن في هذه الزوجة أو في هذا الزوج باش ما يكونش ضحية لمجرد ادعاء، لأنه كثير من الناس بطبيعة الحال كيدعيوا مجموعة من الادعاءات ولكن هذه الادعاءات فيها ما هو كاذب وفيها ما هو صادق،
ولكن القضاء دائما يستأنس بخبرة أهل الاختصاص. بعد إجراء هذه الخبرة وكيتبين بأن العيب موجود وقائم، المحكمة تستأنس به وتصرح بأنه موجود، وحينما تصرح بأنه موجود فإيا تصدر حكما. هذا الحكم أشنو فيه؟ هذا الحكم اللي فيه هو أنه كيصدر حكم بإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، وكتنتهي العلاقة بشكل نهائي وبائن، وكترتب عنه مجموعة من المستحقات الأخرى. هذه المستحقات ما هي؟ منها المطالبة بالتعويض عن الضرر، لأن هذا الإنسان وقع به تغرير، فبالتالي لابد أن يطالب بواحد التعويض ليجبر له ذاك الضرر الذي حصل له. هذا السيد راه دار عرس ودار وليمة واستدعى الناس وناس، أضف إلى هذا أنه فيها واحد ما يسمى بالشوهة المعنوية داخل المجتمع، فميمكنش أن للإنسان جبرا للضرر المعنوي اللي حصل له أنه على الأقل داخل نفسه باش نعوضه واحد التعويض، وخا هو كيبقى غير تعويض رمزي لا يمكن أن يفي بالغرض المطلوب، ولا يمكن أن يجبر جميع الأضرار النفسية والمعنوية اللي ممكن أنها تكون حصلت لهذا الإنسان هذا. أيضا المحكمة كتنظر في المسألة ديال الصداق. هذا الصداق فإذا كان يعني الإنسان ما دخلش بهذه الزوجة دياله قبل البناء فما كيكونش عندها حتى شي صداق. لماذا؟ لأنه كان العيب منها وكان التغرر منها، بل يمكن أن يطالب في حال ما إذا كان أعطاها شي صداق أنه يسترجع كاملا وأن يعود به على من وقع فيه. إلى وقع البناء وحصل الاتصال بين الطرفين وحصل الاستئناس بينهما، ففي هذه الحالة يمكن للزوج أن يؤدي نصف صداق زوجته. طيب مشاهدي الكرام، هذه هي المسطرة القانونية، كيفاش كتتم أمام القضاء المغربي وكيفاش كتتم أمام المحكمة. صحيح أن كثير من الناس مشاهدي الكرام كيسكتوا على هذا الموضوع، هذا ما كيتكلموش عليه لأنه كيعتبروه من نوع حشومة أو ما يخصوش يتقال، وكيتم فيه التدليس وكيتم فيه التغرير، والإنسان أحيانا كيعيش واحد نوع من الجحيم الزوجي وهو متكتم على هذا العيب. ولذلك مشاهدي الكرام نختموا بمجموعة من التوجيهات في هذا الأمر اللي ممكن أنها تنورنا أكثر في هذا الموضوع. التوجيه الأول يتعلق بأنه كنا تكلمنا في إطار المساطر الخاصة بالزواج بأن الناس إلا بغوا يتزوجوا خصهم يأخذوه مأخذ الجد، بمعنى أنه خاصة على مستوى الشهادة الطبية ما تكونش مجرد شهادة شكلية مشي ياخدها ب 100 درهم أو 50 درهم أو حتى فابور عن الطبيب، ثم بعد ذلك كيسكت على هذه العيوب، ومن بعد كيكتاشف بأنه راه السيد طلق مراته علاش؟ لأنها لقى فيها عيب أو لقت فيها عيب. إذا الشهادة الطبية ما نتساهلوش فيها. ولذلك ما خصش الإنسان يتسرع كل ما اكتشف أي عيب ولو كان بسيطا أنه يلجأ للقضاء من أجل إنهاء العلاقة الزوجية، فيكون إنسان رحيم ويكون متأني ويكون شوية يأخذ الخاطر على أساس أنه ممكن أنه يعالج الموقف من ناحية الطبية. التوجيه الثالث والأخير هو أنه أيضا كاين مساطر استثنائية تكلمنا عليها في إطار الزواج، خاصة ما يتعلق بمسطرة زواج المصاب بإعاقة ذهنية. فكثير من الناس وقع عليهم تدليس وتزوج واحد الإنسان أو واحد الإنسانة مصابة بإعاقة ذهنية لغرض في نفسه، وغالبا غالبا ما كيكون أمر يتعلق بواحد شوية ديال الطمع، إما في الفلوس أو في المال أو في الجاه أو في القرابة أو في غير ذلك، وبعد ذلك كيكتشف بأنه الإنسان كان ضحية. فانطلاقا من هذه التوضيحات كلهم مشاهدي الكرام كيتبين أن هذه المسطرة فيها شوية الخطورة، فيها شوية المجازفة، ولكن أيضا لابد من أخذها بكثير من الإنسانية، كثير من الاحتياط، باش أنه العلاقة الزوجية تبقى مستمرة، باش الإنسان أنه يشبع العلاقة العاطفية ديالو والعلاقة الحميمية في إطار مشروع بعيدا عن التدليس بعيدا عن التغرير. مشاهدي الكرام أكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.